شو رأيكم أعلمكم وصفة كفتة بطحينة خطيرة اتعلمتها من حماتي من 17 سنة؟ أهم شيء بالوصفة هي صينية الألمنيوم. رح أستخدم لحم مفرومة مدهنة، حضيف عليها البقدونس والبصل، الزيت النباتي، البهارات، الملح والفلفل الأسود. هدعكها كتير منيح بين إيدي وأفردها بالصينية. فيكم ترققوها زي ما بدكم، بس أنا بحبها تكون شوي خميرة. رح أعملها بهذا الشكل وأدخلها فرن حامي تحت الشواي بس حتى تتحمر معي. وأهم شيء في الموضوع هو صوص الطحينة. هضيف الطحينة عصير الليمون واللبن، طبعا زمان كانوا يعملوها بإيديهم، بتطلع ظابطة وبتجنن. هضيف الخال ومرقة الدجاج البودرة والملح، وبعدها المي. هطلعها من الفرن وأصفي الدهنة تبعتها. بعدها رح أضيف عليها صوص الطحينة وأضيف عليها قرنين فلفل حار. أدخلها الفرن من تحت لمدة نص ساعة وأشويها من فوق وأزينها بالبطاطا المقلية وشوية سنوبر، وشوفوا لي على هاللقمة ما أطيبها. والقوام خرافي، لازم تعتمدوها وتجربوها.